جائعة. في الحلقة السابقة تقف قطة جائعة على جدار بيت دحومي، فيتجاهلها ويطلب إليها الذهاب إلى بيت الجيران. ترى ما الشيء الذي أخاف بسمة ودحومي؟ ابقوا معنا لمعرفة باقي القصة مع بسمة ودحومي. دحومي ساعدني! ها؟ بسمة؟ دحومي! بسمة أين أنت؟ هنا هنا! ها؟ في وسط النهر! أين أين؟ ها؟ عرفت! ها؟ دحومي! ماذا أفعل؟ تعلمين أني لا أجيد السباحة، ولكن ما الذي أوصلك إلى هناك؟ كنت أطارد فراشة كالغيمة التي شاهدناها اليوم، فسقطت في النهر. افعل شيئاً أرجوك. بسرعة، أخشى أن تجرفني مياه النهر. ها؟ ماذا؟ مستحيل، تلك القطة نفسها. ها؟ الحمد لله. ها؟ أين هي؟ سامحيني يا عزيزتي، ما كان علي أن أتجاهل صوتك الحزين يوم أمس. أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا الاشتراك في قناة سبيس تون على اليوتيوب لمشاهدة الحلقات التالية من مغامرات بسمة ودحومي.